أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني وقف الطيران القادم من إيطاليا إلى الأردن، مشيرة إلى أنها تلقت كتاباً رسمياً من قبل وزارة الصحة يفيد بوقف حركة الطيران من إيطاليا، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في بعض المدن الإيطالية. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو. أهلاً وسهلاً بك كابتن معنا. إذن سأبدأ بما هو مصير الأردنيين العالقين في إيطاليا إذا كان هناك من عالقين. مساء الخير، بداية نتمنى الخير والسلامة للجميع، إن شاء الله ربنا يحفظ بلدنا والجميع بخير. بداية من أن نعدل القرار أو يعني الخبر تفضل. هو الخبر هو عدم السماح لكافة الأجانب الذي لم يمضي على مغادرتهم أراضي الجمهورية الإيطالية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ويستثنى من ذلك المواطنين الأردنيين وزوجاتهم وأبناء الأردنيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبي، وعلى أن تطبق عليهم إجراءات وزارة الصحة حال دخولهم البلاد. هذا هو تعميم معالي وزير الداخلية، وبالتالي نحن طبقنا تعليمات وزارة الداخلية بهذا الخصوص. إذن الطائرات تستطيع أن تأتي إلى عمان من إيطاليا، لكن بشرط أنه يكونوا الأردنيين فقط عليها، بده يرجع على بلده وبيقدر يرجع على الطائرات من إيطاليا إلى الأردن، لكن ما في عندنا إحنا سماح لأي أجنبي بغض النظر عن شو جنسيته إذا كان موجود في الأراضي الإيطالية. وبسبب تفشي أو انتشار الفيروس في مناطق كابتن في إيطاليا. كابتن، ما هو حجم فعليا هذا الطيران الذي كان يأتي إلى المملكة؟ حقيقة هلأ في الموسم الحالي عندنا شركتين تشغل، شركة الوطنية الملكية الأردنية وهي تشغل 4 رحلات أسبوعيا من روما، وفي عندنا شركة أخرى من شركات اللو كوست الطيران الاقتصادي تشغل من مدن في شمال إيطاليا من ميلانو ومدينة أخرى على بمعدل 5 رحلات أسبوعيا، يعني نعم. التشغيل 5 رحلات تشغيل أجنبي و4 رحلات تشغيل الملكية الأردنية. نعم كابتن، إذا أردنا إعادة توضيح صيغة القرار. نعم، يعني أعيد وأكرر، المنع هو منع الأجانب بشكل عام، إحنا ما بنحدد جنسية، هناك بناء كل القرارات تتخذ بناء على تقييم مخاطر ريسك اسسمنت على سرعة انتشار هذا الفيروس في مكان أو في آخر، وهو يتغير من يوم إلى آخر. كما تذكرون بدأنا في الصين، بعدين انتشرت في كوريا الجنوبية وإيران، وصار في انتشار سريع في إيطاليا، هناك انتشار في حوالي 30 دولة في العالم، ولكن هناك يوجد تقييم من الجهات المختصة مجتمعة ويصدر قرار بتخفيف المخاطر على الأردن. طبعا ما في دولة محمية 100%، ولكن هناك نوع من الإجراءات الاحترازية. من هذا المنطلق احنا بنقول انه القرار بمنع جميع الجنسيات من القدوم الى الأردن اذا كانوا موجودين في إيطاليا في هذه الحالة، وهذه تنضم الى الصين وكوريا الجنوبية وإيران، من القدوم إلى الأردن إذا كانوا موجودين في الأراضي الإيطالية في 14 يوم السابقة. نعم. كابتن، إذن هنا نتحدث عن أن المنع بدأ بالصين ووصل إلى كوريا وكوريا وإيران والآن إيطاليا، الطائرات تحط ولكن إذا كان على متنها مواطنين أردنيين فقط يسمح لهم بالدخول. طبعا، وكذلك هلا يدخل الأردنيين، ولكن تنطبق عليهم إجراءات وزارة الصحة في إجراءات معينة هم يطبقوها من حيث الفحص والعزل لمدة معينة، أعتقد هم بيقدروا يجاوبوا عليها الإجراءات المعينة. يجدر بالذكر أنه لا يوجد من الصين أو كوريا الجنوبية أو إيران أي رحلات مباشرة إلى الأردن، ولكن كان القرار ينطبق على من مر في هذه البلدان أو من كان فيها في مدة 14 يوم. إذا كان في أي حدا من هذه البلدان هاي الجنسيات بعيد عن هذه المناطق أكثر من 14 يوم يسمع له بالدخول، ما في مشكلة. نعم، رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو كنت معنا، شكرا جزيلا لك.